اسمع، بتروح تقول له لمأمون بيك تبعها؟ بعث لي شارو مقبول اكا وشبع كمان اضوي اكبر من كله كبير دخيل اسمه ابجيبه الحالي بالشاية برا هذا النمس اللي بيشتغل معي شرفنا دخلك شو انت من زمان بتشتغل عند مأمون بيك ولكن انت ما بتشفع منيح سؤال اني امشي بالشغل معي مو عندي يعني شراكي وفيك تعتبرني هون انا الكل بالكل انا ومأمون بنوثق ببعض كتير بايدي اليمين هذا الزلمه وراي ايوه بتروح لعند هذا البيك تبعه بتقول له بعدني المعلم النمس اللي صار شغله من راسه وما عاد يشتغل معك ايش منه وما عاد يحب الشغله بنوب وما عاد يحب يكون لقلول ودلجول يا حدا ايوه